السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمناكم كلكم بخير وعلى اخير. شوفوا خوتي، انا جيت عند الطبيبه كنقلب على طبيبه، ها هي قالوا لي هاد الطبيبه مزيانه بزاف. جيت ندوز نشوف باش تعطيني على ود تخرج لي التحاليل، واقيلا شكيت في الكوليسترول، حقاش ناكل الدهنيات بزاف بزاف بزاف. المهم نصحوني بهاد الطبيبه هذه، انا جيت لدابا خوتي غندخل عندها، دايره معايا مع الثلاثه. غنشوف اشنو غتقول لي، نشوف دير لي فيزيت جينيرال، ومن بعد نمشي ندير التحاليل ان شاء الله غدا، ونشوف واش عندي كوليسترول، واش عندي شي حاجه غراف، باسكو مؤخرا هذيك المشاكل اللي وقعات ولاطاك ديال بنادم وبزاف الحوايج، يعني العديان ولاو عندي في السوشيال ميديا بزاف، ولاطاك وكل شيء، يعني تنبقى نرجع لقلبي. الله اعلم ما عرفت شنو صابني، واش هي كوليسترول ولا السكر ولا الله اعلم. يا ربي يكون كل شيء مزيان. غدوز اخويا دوز. ها انت نعند دونك خوتي، جيت الكابيني باش نصور هذا الفيديو ونقول لكم اني جيت نوري لكم الحاله ديالي. جيت ندوز غنشوف واش غيقولوا لي، فاش تقول لي الطبيبه واش عندي كوليسترول، واش عندي سكر، واش عندي اشنو عندي من ناحيه التحليلات. نتمنى ما تكون عندي حتى شي حاجه، يعني غير يكون عياء ولا انا ما كنحس حتى بشي حاجه خايبه، مي جيت ندير كونترول من الاحسن باش تبقى الصحه ديالي جيده. وانا تنتيق بالطب المغربي، لاني انا كاينين لي كلينيك، كاينين طب زوينين في المغرب قارين في برا، خايدين ماستر، خايدين سميتو، دونك اللي بغى الجوده راه غيقلب عليها. كلشي كاين هنا في المغرب، كاين كلشي. انا ما عنديش هذيك الفكره اني ترجع لايطاليا وعاد باش ندوز، بالعكس انا تنتيق حتى في الطب المغربي تبارك الله. شحال من مره جيت دوزت في المغرب وليت بخير ولاباس عليا. المهم خوتي غتبقاو معنا حتى الاخر، نشوف الدكتور اش غتقول ليا، ومن بعد تنظن انها غدير ليا التحاليل باش نمشي نديرهم. غندير تحاليل اون جينيرال، انا دابا داخله عندها، غندخلوا عندها، وملي نكمل تقول لي شنو كاين غنقول لكم خوتي الحاله الصحيه ديالي. تمنوا لي الشفاء العاجل واحلى فان واحلى متابعين. الله يكبر بكم. ها انتم خوتي غندخل عندها دابا، ها هي هنا. يلا خوتي بسلام عليكم، من بعد ندير لكم فيديو. ميرسي. ها انتم خوتي دابا كنتسنى، دخلت الكلينيك تنتسنى امتى تجيني امتي. دابا غندخل في هاد الساعه وغادي نقولوا لكم اشنو كاين. يا ربي ما تكون عندي حتى شي حاجه. سبحان الله اليوتيوب يا خويا، التصاور كيجيو كيخلعو، حول ولا قوه الا بالله. تيخلعني انا وجهي في اليوتيوب، الله يدير شي مصيب، الله يدير شي تاويل الخير. المهم غنقول ندخل على الطبيبه ونقول لكم اشنو كاين، نقول لكم خوتي نقول لكم اشنو كاين. ها انتم راني في الكلينيك، ها الطبيبه، ها انتم ما تقولوش مالك راه تكذب علينا. ها الطبيبه كاينه في التمس تبارك الله، زوين الكلينيك ديالها. المهم من بعد غادي ملي تقول لي اشنو كاين راه غادي نقول لكم كلشي. يلا بقاو معنا. المهم خوتي، يلا خرجت مع الطبيبه، اش قالت لي دوزات لي على المعده، حيت كناكل بزاف 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 مؤخرا، كناكل الليل كامل كناكل، ما عرفتش ولا نير في نير ديال النزار وداك الشيء اللي وقع اليوم وداك الشيء، وليت ناكل بواحد الطريقه خطيره، يعني ما كنحبش. دابا يلا خرجت مع الطبيبه الحمد لله دوزات لي، قالت لي ما عندك حتى شي حاجه خايبه، قالت لي غتنقصي غير من الماكله ومن المناضه ومن داك الشيء الغاز وداك الشيء، وقالت لي ان شاء الله غادي تكوني بخير. عطاتني الدواء وعطاتني التحاليل، غنديرهم ان شاء الله غدا في الصباح، غنمشي نديرهم ديال السكر وديال الكوليسترول وشي حوايج اخرين، جوج اخرين. يعني قالت لي لا خرجوا بالتحاليل وديك الساعه عاد باش نشوفوا حسب التحاليل اشنو الدواء اللي نعطيك، ولكن قالت لي كونترول، يعني قالت لي ما عندكش شي حاجه غير نقصي لي غاز وهادي، لان وليتي كتاكلي بزاف وما تبقيش تاكلي بالليل، حيت حنا اصلا كناكل حتى تيصبح ليا الحال. المهم خوتي هاد الكلينيك كيتواجد تمسنا، يعني ديال الدكتوره السرحاني، السرحاني تقدري تقولي اختي اسماء السرحاني،
اسماء السرحاني، طبيبه تبارك الله، تبارك الله عليها، يعني كلينيك زوين في جميع الاجهزه، يعني يعجبكم. المهم جيو ليها السيده غتعطيكم اشنو كيديروا فيه وغتعطيكم حتى لادريس باش اصحاب التنسنا كلهم كيتبعوني جيو عندها الطبيبه تبارك الله وصلي عليها. هضري اختي قولي اشنو بالنسبه للدكتوره اسماء السرحاني، هي اختصاصيه في امراض الجهاز الهضمي، الكبد والشراج، وكدير الفحص والعلاج بالمنظار والمعده والامعاء والفحص بالصدى. وبالنسبه للعنوان كان في اقامه الورد، ها هو العنوان هنايا باين كامل مزيان. كتجي بالنسبه للناس ما عمرهم جاوا لمدينه تمسنا كيجيو الرون بوين الكبيره اللي كاينه فارماسي الورد، من موراها كاينه الدكتوره اسماء السرحاني، ها هي. المهم هنا باين العنوان كامل فوالا. دونك هذا النيميرو التليفون ديالنا الفيكس، شارع محمد الخامس، اقامه الورد، العماره 4، شقه 1، الطابق السفلي، بتمسنا. المهم خوتي كما تشوفوا خديت لوتوريزاسيون من عند الدكتوره بالطبع باش ندير هذا الفيديو، مشي لحقت ودرتو، خديت لوتوريزاسيون قلت لها نوري الناس، لان الناس ديال تمس باقيين جداد، يلاه فاتحين، يلاه هادي. دونك خوتي تنتمنى، انا راه متبعين كاع الناس ديال تمسنا وتبارك الله على الناس ديال تمسنا، كنبغيكم من قلبي الخالص. جيو عندنا الطبيبه تبارك الله وصلنا بالتعامل زوين غير يعني، وتبارك الله عليها تتعطيكم داك الشيء، تتبين لك المعده شداتها وبيناتها ليا كيفاش دايره بالتلفازه وبالرسم وبكل شيء تبارك الله عليها وصلنا عندي، يعني دكتوره فائقه. المهم خوتي هذا هو الكابينه ديالها الدكتوره اسماء السرحاني، جيو عندها وخذوا الفحوصات ديالكم وبعد داكشي اللي خاصكم، وان شاء الله غادي نمشي ندير ان شاء الله غنمشي ندير التحاليل في الصباح وغنشوفوا واش عندي كوليسترول، واش عندي شي حاجه، واش عندنا السكر. دابا اليوم الانسان خصو ديما يكونترولي، ما بقيناش عارفين حتى الانسان تياكل بزاف ما بقيناش عارفين اش فينا. دونك الانسان صحته هي الاولى، ديما يكونتروليها ويشوف شنو كاين، ماشي تخليو حتى تفوت الاوان تتولي في عمليه جراحيه وهذه وهذه. من الاحسن الانسان يكونترولي مره مره صحته ويشوف شنو عنده. شكرا خوتي ليكم بزاف، تنموت عليكم، بقاو معنا في الفيديو الا ما كناش مكملينو، بقاو معنا في الفيديو. وتنوعدكم انكم غتجيو عند الدكتوره اسماء السرحاني وغيعجبكم الحال. يلا خوتي ادوب غنلاقيهم. المهم خوتي كما خصني نوريكم واحد الحاجه اخرى، الفحص بالصدى. المهم هاد المكتب هذا ديال الفحص بالصدى غادي نوريه لكم باش تشوفوا تبارك الله، عندنا الكابينيت مجهزين اختي هنايا باش نوريكم جميع الاجهزه اللي عند الدكتوره. ها انتم خوتي دخلوا تشوفوا شو تبارك الله وصلنا به الاجهزه بالصدى، الفحص بالصدى، الفحص والعلاج بالمنظار، المعده والامعاء. وتقدر تشوف فيكم او جينيرال، لان تبارك الله عليها وصلها نبي يعني متفوقه في جميع. انا ارتحيت بعدا، انا جيت عندو ارتحيت وطلبت منها لوتوريزاسيون باش نوري لخوتي صحاب تمسنا، لان شحال من واحد ما عرفش الدكتوره هذه. المهم عاونتو مع ساكنه في تمسنا، يعني راه الكلينيك الكابينيه ديالها في تمسنا، جيو عندها عندها جميع الأجهزة اللي غادي تمشيو مرتاحين، كلشي مجهز. هنا تيلقى المكتب ديال الدكتورة، دابا عندها الباسيونس، الباسيونس ياك اختي الباسيونس، اختي راه غير فرونسي. هذا اختي شناهو؟ هادوك لي طواليت. لي طواليت، المهم خوتي هذا هو ديالنا، ونوري لكم جميع الكابينة ديال الدكتورة أسماء السرحاني. تبارك الله وصلنا به كلشي مجهز، عندنا الالات، عندنا كلشي. ها انتم خوتي اللي بغى يجي عندها، راه كيف ما وريتكم البنت عندها جميع الاجهزه وعندها جميع كلشي.
كنموت عليكم كنحماق عليكم، وتهلاو في صحتكم وتهلاو ما تخليوش حتى تيفوتكم الفوت عاد باش تبداو في العمليه الجراحيه. ديما مره المراه خاصها دير كونترول على صحتها، وحتى الراجل الصحه راه ماشي ساهله باش تفارديها. اما لو بقيتوا مره تديروا كونترول كتاخذوا الادويه كتحافظوا على الاكل، لان الاكل هو اللي تيخرج للبنادم، راكم غتكونوا بخير وعلى خير. يلا خوتي شكرا لكم وجمعه مباركه.